حياة يعني برضو. ولحد دلوقتي برضو لسه ما فيش المعلومات الكافية حتى الآن. الأبحاث ما زالت شغالة، عايزين يعرفوا الأسرار، والأسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالميموري دي نوعين كبار قوي، امبليسيت واكسبليسيت. امبليسيت يعني ريفلكسيف، واكسبليسيت او ديكليراتيف. يعني ايه بقى امبليسيت ويعني ايه اكسبليسيت؟ الامبليسيت او ريفلكسيف ميموري دي اللي هي ميموري مش عايزه مجهود، ريفلكسلي، واخد بالك؟ يعني الحاجات اللي بتعملها يوميا، واخد بالك، ما هيش عايزه انك تقعد تتذكرها. ها يعني مثلا انت ايه، اهو بيقول لك ميموري of which the person is unconscious or unaware. خلاص مش داري بيها، خلاص ولا واعي خالص بيها. يعني انت قمت من النوم بتعمل ايه؟ رايح تغسل وشك، تاخد السبوره، تفتح الحنفيه، مش عارف ايه. هو انت هتتذكر كل شويه انا هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح الحنفيه ولا امسك السبونه ولا مش عارف اعمل؟ لا خلاص اتعلمتها. زي برضو ليرند سكيلز، ليرند سكيلز يقول عليها سكيل ميموري، او هابتس، عاده. فور اكزامبل درايفنج كارز، اول ما تتعلم تتعلم عربيه وتنزل تعمل ايه؟ علمك الراجل ايه؟ الاول اول حاجه تنزل فرامل اليد طبعا، وبعدين اذا كانت عربيه ما هيش اوتوماتيك تشوف تخلي الفتيس ايه في الوضع المور او وضع النيوترال عشان العربيه ما تنطش منك، وبعدين تحط المفتاح وبعدين تدور، وبعدين مش عارف تجيب على الاول. يعني شغلانه بتتعلمها الاول، لكن بعد شويه هتصبح هابت، بتنزل تدور على طول ودون انت، هل انت داري بتعمل؟ خلاص ان اوير او ان كونشس، خلاص واخد بالك. فده ليرنينج سكيلز والهابتس، كل دي تعتبر امبليسيت ميموري ريفلكس، على حاجه ريفلكس على طول، مش محتاجه لايه لايه لاي مجهود. برضو البرايمنج، برايمنج اللي هو ايه؟ فاسيليتيشن اوف ريكوجنيشن اوف ووردز او اوبجكت باي بريفيوس اكسبوجر تو. يعني انت شفت ايه؟ كلمات كثيره، او قريت كلمات، او شفت اشياء اوبجكت كثيره جدا، فهتبص لان حصل فاسيليتيشن ايفري كوميدي على طول، تقوم تشوفها تبقى عارف. مش هتفكر دي ايه؟ مش هتفكر دي ايه بقى؟ ولا هتجيب حاجه من الذاكره، انا شفتها فين قبل كده؟ مش هتفكر، خلاص اتعودت عليها. فدي بيسموها ايه؟ برايمنج. فدي كلها انواع من الامبليسيت ايه؟ او ريفلكسيف. التاني بقى اللي هو ايه؟ اكسبليسيت او ديكليراتيف ميموري. لا ذا كونشس ريكول اوف انفورميشن، ده انت عاوز تفتكر بقى وواعي قوي. انا رحت فين اول امبارح، انا عملت ايه الاسبوع اللي فات لما مش عارف سافرت فين. يبقى دي بقى ديكليراتيف او اكسبليسيت، ذا كونشس ريكول اوف انفورميشن. يعني نقدر نقول ذاكره بالمجهود بقى، ده انت بتحاول تفكر تعرف ايه، تجيب من الذاكره ايه اللي حصل، غير الاولانيه دي اللي هي حاجات محفوره خلاص ومش عايز انك تفكر فيها خالص او تبذل مجهود فيها. طيب فهي فيها كذا نوع، immediate او sensory memory. memory that lasts a few seconds. يعني حصل عليك حدث كده ودخل في الذاكره لمده ثواني، ثم فيدز، او الفيدز يعني ايه؟ فيدز يعني تلاشى تدريجيا، او بيكمز شورت تيرم، او يقلب على اللي وراه. لو انت اصريت بقى عملت تفتكره بقى، وبتفتكره ازاي؟ يقول لك عمليه ريهرسل. ريهرسل يعني ايه؟ عمال تردده في ذهنك على طول، زي ما تكون بتسمع في حاجه كده. فبالشكل كده ممكن يتحول يبقى شورت ايه تيرم، يعني ايه يقعد شويه زياده. لكن لو انت خلاص مش همك اللي هو الاميديت او السنسوري ميموري ده، هو يقعد شويه ثواني كده، دقيقه بالكثير وسلام عليكم، خلاص واتنسى. النوع الثاني الشورت تيرم اللي بنقول عليه برايمري او ريسنت ميموري، ده اللي هو الذاكره للاحداث القريبه
ده يقعد ايه؟ ها؟ لاست قد ايه؟ فيو ايه؟ مينيتس تو فيو اورز، 3 4 ساعات بالكتير، وبرضه على حسب اهميته. يبقى فيد اواي، يا اما يتحول للي وراه اللي هو مين؟ اللونج تيرم، ها؟ او سكندري او ريموت ميموري. عارفين ريموت يعني حاجه عن بعد يعني. دي بقى الذاكره دي هي ايه؟ بتقعد سنين بقى. شهور وسنين، وممكن مدى الحياه may be for whole life. يعني حاجات ما نسيتهاش ابدا. تقول لك ده انا، تقول لي والله ده انا لما كان عندي 3 سنين مش عارف عملت ايه في البيت، قام ابويا ايه جابني ايه وقفل عليا واداني ايه علقه بالعصايه مش عارف منين، وساعتها اتعورت وماما زعلت ومش عارف. تحكي لي الحكايه بالظبط. دي بقى مين يا حبيبي؟ اللونج تيرم بقى، اللي هي ريموت ميموري او سكندري. ماشي، ادي انواعه، يا اميديت يا شورت يا ايه، يا شورت تيرم يا لونج تيرم، اللي هي معروفه جدا بايه، بكلمات ريسنت ميموري اللي هي الاحداث القريبه، وريموت ميموري اللي هي الذاكره للاحداث البعيده. انواع تانية بقى، والله اللونج تيرم ده قال لك ممكن في انترميديت كده، يعني نص لونج تيرم كده، يبقى دي بتقعد قد ايه؟ دي هتقعد طبعا فيو مانثس، لان اللونج تيرم الثانيه دي بتقعد قلت لك بالسنين. وبعدين في تيرشري ميموري. تيرشري ميموري اللي هي دي بقى اقوى حاجه في اللونج تيرم، زي مثلا زي اسمك. ها؟ هل ممكن تنسى وانز نيم، تنسى اسمك؟ دي اسمها تيرشري بقى، اللي هي بقى ايه؟ ادفانسد تايب اوف ايه؟ لونج تيرم ميموري. تقعد بقى دي على طول خالص وتبقى قويه جدا. وزي مثلا تعليم القرايه والكتابه، ما ده برضه يلزق على طول، على راي المثل اللي يقول لك ايه؟ تعليم الحاجات دي في الصغر، ها؟ كالنقش على الايه؟ على الحجر. يعني ما تضيعش بقى. فبرضه دي من الحاجات اللي هي تيرشري بقى. على الاقل قالوا على دي برايمري وعلى دي سكندري، يبقى ايه؟ تيرشري يعني الثالثه. وبعدين في وركينج ميموري. طبعا احنا بنحاول، والله ده موضوع كبير جدا، بس احنا بنحاول نختصره عشان بس نقول الحاجات اللي فيها. اما الوركينج ميموري دي اللي هي ميموري، نوع من الشورت تيرم، نوع من الايه؟ من الشورت تيرم. ازاي؟ انها بتشتغل موجوده يعني اثناء وركينج حاجه، وما بتقعدش كتير، ومسؤوله عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه المفروض تعمله بالميموري دي. انا مش عارف اوضحها، ولكن حضرة المثال احسن حاجه. انت دلوقتي عاوز ايه؟ تطلب واحد صاحبك في التليفون، ونمرته موجوده انت كاتبها في الكتاب بتاعك او الكشكول. عملت ايه؟ فرحت فتحت الكشكول وجبت النمره. النمره دي حطيتها في الذاكره، حطيتها في الايه؟ في الذاكره، واخد بالك؟ وبعدين رحت جبت التليفون. وانت في الحاله دي وركينج ميموري بقى، يعني ميموري موجوده لحد ما تعمل الشغلانه المرتبطه. ايه هي الشغلانه المرتبطه؟ ان انت جبت التليفون وعملت دايلينج ورحت طالبه. دي اسمها وركينج ميموري. بتقعد فتره قصيره طبعا لحد ما تؤدي الورك. في المثال بتاعي ده اهو، كان الحكايه ان انا شفت نمره التليفون دي في الكشكول، وبعد كده رحت جبت التليفون، وبعدين ابتديت في دماغي بقى النمره. ها؟ الورك هنا ايه؟ عمليه الدايلنج بقى، عمليه ان انا بطلب الارقام، واخد بالك؟ بتاعت النمره دي، بتاعت التليفون ده. وبعد شويه بقى انت حر بقى، لو كنت عاوز تعمل لها انفورسمنت يعني تقويها، تقعد ترددها في دماغك، ما اللي سميناه ريهرسل. ريهرسل. والله ما حصلش كده، تبص تلاقي بعد نص ساعة، الله، هي النمرة كانت كام؟ كان 2 مش عارف ايه، تفتكر ما تنساها بقى واحدة واحدة. دي اسمها وركينج ميموري، يعني ميموري فترة بسيطة لحد ما تعمل الورك اللي ايه؟ اللي مرتبط بيها. وضربنا مثال بتاع التليفون ده، ماشي. ميكانيزمز اوف ميموري. فهنا في ما يسمى ميموري تريسز. الحقيقه يعني محتارين جدا، واخد بالك؟ ايه الحكايه بتاعت اول حاجه عايز اقول لك عليها، ان الميموري دي ما هياش يعني حاجه كده اروح مخزنها في المخزن في البرين، لا، كلها موضوع فاسيليتيشن في السينابتيك ترانسميشن.
كلها دي تغييرات تؤدي الى فاسيليتيشن في السينابتيك ايه؟ ترانسميشن. واخد بال حضرتك؟ اصل الناس فاكره الميموري دي يعني كده ايه؟ عماله ايه؟ ادفس في حاجات في البرين، واخد بالك؟ طبعا لا، هو البرين ده فيه ايه؟ ده كله نيرف سيلز ونيورونز وسينابسس. فهنا يقول لك الميموري دي او ميموريز ار ريستورد ان ذا برين ثرو فاسيليتيشن اوف سينابتيك ايه؟ ترانسميشن. الفاسيليتيتد او النيو باسويز ديت ار كولد ميموري تريسز. الميموري اولا بتخش كده ايه؟ على دفعات يقولوا عليها بيتس. ميموري بيت، بي اي تي. والبيتس دهيت طبعا كل برين فينا في الانسان بالذات ما هوش يعني مفتوحه البحر، لا دي محدوده. ولو ان عندك ايه ممكن تاخد بيتس كتير، بيتس دي اللي هي اقل مينيمم انفورميشن يعني. مش انفورميشن ضخمه، لا انفورميشن خفيفه، كانها وحده. فالبرين بتاعك له قدره محدوده يعني، مش مفتوحه خالص. وبعدين تخش الميموري بيت دهيت، ميموري بيت دهيت تخش وتتخزن في الذاكره زي ما بنقول على صوره فاسيليتيشن في السيناتيك ترانسليشن. والحتت اللي فيها فاسيليتيشن دهيت، اللي حصل فيها التغيير ده، يقولوا عليها ميموري ايه؟ تريسز. كويس. وطبعا ديت ممكن تبقى اكتيفيتد تو ريبروديوس ميموريز. ممكن بقى يعني هي متخزنه، ممكن ان انا اصحصحها اكتيفيتد انشطها عشان تطلع لي الميموري اللي هي ايه؟ اللي هي محوشاها. They develop at all levels طبعا of the neurosystem but particularly cerebral cortex. نشوف الايميديت ميموري دي اللي بيحصل ايه بالظبط عشان الفاسيليتيشن ده. دي كل اللي بيحصل هنا الايميديت دي السريعه قوي بتاعت الثواني دي، بيكون حصل ايه؟ اكتيفيشن للريفربريتنج سيركتس، اكتيفيشن محلي كده وبسرعه ويخلص. ينتهي، ما يقعدش على طول يعني. طب الشورت تيرم ميموري؟ لا، حصل حاجه اكتر شويه. achieved by development of a temporary memory traces. ساعات يقول عليها فكره ايه؟ يقول ميموري انجرامز بدل تريسز، يقولوا ايه؟ انجرامز. caused by long term potentiation او synapses وسينابتيك سنسيتايزيشن. شوف السينابتيك بلاستيستي مهمه ازاي؟ مهمه جدا عشان الميموري. يعني لونج تيرم بوتنشيشن السينابس وسينابتيك سنسيتايزيشن دول يساعدونا على ان الميموري تقعد شويه. طب الانترميديت لونج تيرم اللي هي نص نص كده من اللونج تيرم دي ازاي؟ بكيميكال وفيزيكال تشينج في السينابتيك ممبرينز وانكريز في السينابتيك ايه؟ سنسيتيفيتي. كيميكال وفيزيكال تشينج بتحصل. اما اللونج تيرم دي بقى ده بيحصل فعلا استراكشرال تشينج في السينابس، يتغير فعلا يعني، تلاقي شكل البري سينابتيك نيورون والبوست سينابتيك دول يتغيروا. شوف يحصل ايه؟ يحصل انكريز في النمبر اوف، خد بالك بقى، البري سينابتيك نيرف تيرمينال، الفيزيكلز اللي فيها نيورو ترانسميتر، الريليس سايتس بتاع النيورو ترانسميتر. اولسو اف it was found that new neurons are formed. New neurons are formed from stem cells. In the hippocampus اللي هو البيزك بارت اللي ايه مسؤول عن الميموري، اسمه هيبوكامبس، هنشوفه دلوقتي. يعني عاوز اقول ان التغيرات بدات من شويه ريفربريتنج سيركت كده عند السينابس، وبعدين بشويه فيزيكال وكيميكال تشينجز لتغييرات فعلا استراكشر. مش كده وبس، ده لقوا ان في بناء لايه؟ لنيو نيورونز من ستيم سيلز، وده اكتشاف خطير. ليه؟ لان كانت الفكره السائده قبل كده ان البرين سيلز ثابته العدد، ولو حاجه حصل فيها دامج لا مفيش نيرف سيلز جديده. لا، اثبتهم ان ممكن تكوين نيورونز جديده في الهيبوكامبس، واخد بال حضرتك، علشان يحصل لونج تيرم ايه؟ ميموري.
فدي برضو من ضمن الاكتشافات الحديثة جدا والمهمة جدا، ان ممكن يحدث بناء لنيورونز جديدة في حالة الايه الهيبوكامبس ده اللي هو مسؤول عن الايه عن النوم. مش كده وبس، ده لقوا ايه، ان علشان يحدث هذه الاشياء بنحتاج لسينثيس اوف بروتينز، يعني يحصل بروتين سينثيسيس في السيلز. فوجدوا لو اديت دراجز وبالذات بعض الانتيبيوتكس بتمنع البروتين سينثيسيس، هي برضو كمان هتمنع الايه الميمبري، بناء الميمبري، كونسوليديشن اوف ايه اوف ميمبري، يعني زي بنثبتها بقى او تثبيتها يعني. كونسوليديشن اللي هو كونفرتنج الشورت تير للونج تير. القصه دي بتاخد من 5 ل 10 دقائق فور مينيمال كونسوليديشن، يعني باقل حاجه، وعشان تكمل عاوزه من 1 ل 4 اورز فور سترونج كونسوليديشن. Therefore short term memory is vulnerable. Vulnerable يعني على كف عفريت، يعني ممكن تبقى erased. Erased يعني ايه؟ ها؟ erased يعني ايه؟ يعني تمحى. ها؟ واخد بالك؟ زي ما زي delete كده في ال عارفين كلمة delete يعني ايه؟ يلغي حاجة يعني بالظبط كده. Vulnerable يعني ما هياش ثابتة أبدا وممكن تتمحي بسهولة جدا during the first 5 minutes. ها؟ if disrupted، عملت أي حاجة external stimuli يعني مثلا أنستيزيا أو إلكترو شوك، يعني اديت له زي اللي بيعملوا المرضى كده بتوع الأمراض العقلية، يعملوا لهم إيه؟ صدمات عصبية، واخد بالك؟ وبالكهرباء طبعا، أو هايبوثيرمي، أو في حاجات تانية، واخد بالك؟ تبص تلاقي خلاص اللي حصل ده تنساه على طول. لو الكلام ده حصل في ظرف 5 دقائق. في ظرف ايه؟ 5 دقائق. فهنا المينيمم تايم المطلوب عشان نعمل كونسوليديشن الميموري 5 ل 10 دقائق. وعشان تبقى قوية جدا من 1 ل 4 ايه اورز. ولو حصل ديسربشن في ال5 دقائق الأولى بعد الحدث، ها؟ خلاص ما فيش ايه؟ عشان كده ساعات واحد مثلا يحصل له برين كونكشن، يعني ايه؟ خد خبط على نافوخه او حادثه او بتاع، ينسى خالص ايه اللي كان قبلها على طول. ها؟ ينسى قبلها، يقول لك انا كنت فين؟ انا كنت بعمل ايه؟ انا ها؟ مش فاكر. لان ما حصلش كونسوليديشن، ده هي الحدث حصل، واخد بالك ازاي؟ ما فيش بعد دقائق من ايه؟ من بعد دقائق حصل له الايه؟ الحادثه دي او الاكسيدنت ده. فطبعا ينسى خالص. عشان يتثبت قلنا عاوزين فتره بتاعت ايه؟ عده ساعات الى 4 ايام او الى اب تو 4 اورز. الميكانيزم اوف كونسوليديشن، الميكانيزم طبعا زي ما قلت الميكانيزم هي الريهرسال دي، ريهرسال اوف شورت تيرم ميموري، تقعد تردد فيها في ذهنك، ريبيتيشن اوف انفورميشن ان مايند اجين اند اجين. سو كونسوليديشن از ريديوسد ان منتالي فاتيج بيرسون، اللي مخه تعبان ومش عارف يردد وبتاع، عمره ما يحصلش كونسوليديشن. ات انفولفز بروتين سينثيسيس ان نيورونز سو دراجز اند انتيبيوتكس ذات انهبيت بروتين سينثيسيس دو نوت افكت شورت تيرم ميموري بت بريفنت اتس كونسوليديشن. يعني يبقى في شورت تيرم ميموري بس هتتمحي بقى. It would fade away, it would be erased. خلاص مش هتتحول لايه؟ للونج تيرم ميموري. لانها عشان تحصل مطلوبه ببروتين سينثيسيس في النيورونز. لو اديت الدراجز او الانتي بيوتكس دي اللي بتمنع البروتين سينثيسيس، تلاقي برضه الشورت تيرم ميموري موجوده بس it will not be converted to long term memory. Encoding of memory. الانكودينج يعني عملية ايه الانكودينج دي؟ ماذا يعني بكلمة انكودينج؟ يعني معناها عملية فرز وبعدين ستورج. يعني هي ايه؟ اولا هي تعرفها انها كلاسيفيكيشن then placing each memory مع الريليتد ايتمز او الريليتد
الميموريز اللي هم زيها يعني او ريليتد لها يبقوا ستورد في مكان ايه معين، يعني كانه ايه نوع من الايه من الارشيف. يعني بقى بعمل نوع من الارشيف للايه للميموريز، ان انا بفرزهم وبعدين بحط كل مجموعه تشبه بعضيها او ريليتد لبعضيها مع بعض واعمل لهم ستورج في مكان معين. ودي مهمه قوي عشان لما احب اجيبها يبقى سهل ان انا استدعيها، يعني عمليه الريكول دي. وبعدين وعلى فكره الحكايه دي مصاحبه للكونسوليديشن لدرجه ان هم بيعتبروا الانكودنج اوف ميموري ده بيعتبروها انها جزء من الايه؟ من الكونسوليديشن بتاع الميموري، يعني مع التثبيت يعني. واخد بال حضرتك؟ وطبعا في جزء بقى في المخ او اجزاء مطلوبه كتيره جدا انا كاتبها دلوقتي، لكن يعني تاخد فكره عنها كده. من اهمها الايه؟ الهيبوكامبس، وحته اسمها ايه؟ اسمها النيوكليوس بيزاليس او بيزل او بيزل فور برين. دي حدث مهمه جدا عشان موضوع الايه؟ الانكودنج بتاع الميموري ده. طيب وبعد بقى ما يخزنها بقى ستورج بقى، ويبقى الاول ايه بتحصل مع الكونسوليديشن الاول، وقلنا كونسوليديشن بالريهرسال والبروتين سينسيس والانكودنج ده اهو، واخد بالك زي ما قلت بيحصل ايه في الهيبوكامبس ده، منطقه طبعا اسمها الهيبوكامبس اللي هو بروسيست. بروسيست يعني ايه؟ اتفازت كده واتفهمت كده، وهو اللي عمل ايه؟ لا لا، الميموري محتاجه لانها تتخزن يخزنها، ميموري مش محتاجه يكنسلها، واخد بالك؟ تنساها بعد كده، تمام. وبعد كده ستورد بقى. ايه البرين ارياز المطلوبه بقى؟ ها؟ للريفلكسيف ميموري في الكوربس سترييتم اللي هو بيزا الجانجليا والسيريبيلا. ده انا قلت لك تفتكر هناك ده في بروجرامز محطوطه. ده انا قلت لحضرتك قبل كده في السيريبيلم وفي الكوربس ستريتم ان في ليرنينج وان في بروجرامز محطوطه وجاهزه. فهي المسؤوله عن الريفلكسيف ميموري اللي هي ميموري مش عايزه مجهود دي. اما الديكليراتيف ميموري ففي مناطق عديده بقى، واخد بال حضرتك؟ منها الهيبوكامبس والبارا هيبوكامبال بورشن اوف ذا كورتكس، ومنها الانتيرو سيراميك اوف نيوكليس ما شاء الله، والبري فرونتال كورتكس، والحته الاخرانيه دي حد اسمها ايه؟ البيزل فول برين دي. ودي بروجكت تو اول بارتس اوف ذا ايه؟ نيو كورتكس، تمام؟ وكمان للنيوكليس اسمها الاميجدالويد وللهيبوكامبس. يعني ما شاء الله مناطق ايه؟ عديده، واخد بال حضرتك؟ عشان الستورج اوف ميموري بعد ما فرزها الهيبوكامبس بقى، وبعدين حطها هناك بكود معين او بشفره معينه عشان نقدر نستدعيها. وهنشوف ازاي دلوقتي. اللونج تيرم ميموري ار ستورد موستلي في الكورتكس، نيو كورتكس يعني سريبرال كورتكس يعني. الاميجدالويد نيوكليوي ديت هنعرف طبعا بعد شويه ايه الاميجدالويد ديت. ار كونسيرند وذ انكودينج and recalling of emotionally charged memory. يعني لو memory معاها pleasant accident او pleasant event او unpleasant، هو ده اللي يعملهم بين الاميجدالويد ده نيوكليس دي. يعني memory بس تحمل ذكرى سيئه unpleasant او ذكرى حبيبه حلوه pleasant ساره، ده المسؤول عنهم الاميجدالويد ده. يقول لك الايموشنال ايه؟ emotionally charged memories. طبعا هنا بقى الميموري بقى ريكول ازاي؟ باي لارج نمبر اوف ديفرنت اسوسيشنز. تلاقي الميموري دائما بتبقى جت، واخد بالك، عن طريق اسوسيشن مع حدث تاني، مع حدث تاني، واخد بالك؟ It seems that each stored memory must have multiple ايه؟ روتس او مالتيبل كيز، يعني مفاتيح. ما هي كانك انت ايه مخزنها في حته بمفتاح بقفل، ولابد ان يبقى في مفتاح عشان نفتح القفل ده. فهذا المفتاح بيكون غالبا بالاسوسيشن، واخد بالك ازاي؟ بالاسوسيشن. يعني مثلا انت عاوز تفتكر ايه؟ حاجه معينه، افتكر شيء اسوشيتد كده هو، واخد بالك؟
وانت ممكن توصل الى اللي انت ايه عاوزه. يعني مثلا بتقول انا امبارح عملت ايه في الكليه، انا دخلت في اوضه بقى. طب افتكر بقى كويس، طب لما رحت بقى ورحت وايه وقابلت فلان الفلاني، وبعدين حصل بينك وبين النقاش على كذا، واخد بالك؟ يعني على طول يحصل اسوسيشن ما بين الحدث ده هو وما بين اللي انت عاوز تفتكره ورا منه طوالي او متخزن عندك، هيروح طالع طوالي. يعني مثلا عاوز تفتكر ايه، مثلا تقول ايه اوروبا مثلا، عاوز تفتكر مثلا ايه بلد في اوروبا، تفتكر بقى ايه انك سافرت مثلا بلد الفلانيه وحصل فيها كذا وكذا وكذا، تبص تلاقي الاسوسيشن ده هو قدر على طول يجيب لك الايه الذاكره بتاعتك للحاجه اللي انت عاوز تتذكرها. طبعا كل دي حاجات يعني جودة اجتهادية، لكن بالظبط ايه الحقيقة لا يعلمها الا الله. دي الارياز اللي قلنا عليها بقى اللي هي مسؤولة عن الانكودينج بتاع والتخزين بتاع الميموريز، واخد بالك، فرونتال وبيزل فور برين والاميجدالا او اميجدالا النيوكليوس والهيبوكامبس، ها، والثالاموس. يبقى الفيجر ده بيوريني الايه الارياز او المناطق اللي بيحصل فيها ستورج الميموري برضو اللي هي وصلوا اليها حتى الان، وبالذات الايه البيزل فور برين. امنيزيا يعني لوس اوف ميموري زي الزهايمر كده، لكن الزهايمر ده لا، ده حكايه تانيه. الزهايمر ده تبص تلاقي ايه ان كل النيورونز اللي رايحه دي كولينرجيك حصل لها ديجنريشن، واستاذ يكون قال لي خلاص يعني الارز دي جنريتد، ها، ما ده حكايه تانية. لكن هنا بقى مش كده. الامنيزيا قالوا ريتروجريد وانتروجريد. ريتروجريد يعني ينسى، ها، الحاجات الايه القريبه، الحاجات البعيده ما تنسيش. ريتروجريد يبقى ايه ان ابيليتي تو ريكول ميموريز فروم ذا باست سبيشالي المور ريسنت. فور اكزامبل زي ما قلت لحضرتك من شويه افتر برين كونكشن. برين كونكشن يعني ايه خبطه في الدماغ ودوخته، واخد بالك؟ زي ما بيقول لك في ايه في الملاعب، لا ده بس اللاعب بس عنده ايه، ها، عنده كونكشن او خبطه في الدماغ بس كده، واخد بالك؟ ارتجاج في الدماغ، يقولوا عليها ارتجاج، يقولوا عليها ارتجاج في المخ، ويفوق تاني. دي ريترو جريد. انترو جريد اللي هو ما يقدرش بقى يحول الشورت تيرم لايه؟ لونج تيرم، ودي بتكون نتيجه ليجن انت هيبو ايه كامبس. دي معنى كلمه امنيزيا، ها، امنيزيا اللي هي فقدان الايه الذاكره. ده امنيزيا ممكن تبقى سايكولوجيك، ممكن تبقى نفسيه، واحد كده ما مش عارف يفتكر حاجه وهكذا. بعد كده بنخش على الايكوليبريم اند ايه اند بوستشرال ريفلكس. دي في الموضوعات اللي هي ايه بنكمل بيها سي ان اس، خلاص احنا خلصنا الموتور بقى. مين الاورجن المسؤول عن الاكوريبيوم وعن البوستر ريفلكسز؟ نون اوديتوري لابيرنث او فيستيبولار اباريتس، واخد بال حضرتك؟ ده اللي هو موجود عند الانترنال اير جوه. الانترنال اير فيها ايه الكوكليا، الكوكليا بيقولوا عليها ايه اوديتوري لابيرنث، لكن جنب منها ثلاثه سيمي سيركولار كانالز وتو ساكس او تشامبرز، واحده اسمها يوتريكل وواحده اسمها ايه ساكيول. دول بقى الثلاثه كانالز دول سيمي سيركولار كانالز واليوتريكل والساكيول اسمهم ايه نون اوديتوري لابيرنث او فيستيبولار اباريتس، وهم المسؤولين عن الايكوليبريم والريفلكسز زي ما هنشوف. ودول جواهم اندولينف، سائل ثقيل كده اسمه ايه اندولينف، لكن سراوند بسائل اخف منه اسمه ايه بيري ليمف، واخد بال حضرتك؟ ونشوف بقى ايه في الفيجر هنا شكل الايه النان اوديتوري لابيرنس. ده نان اوديتوري ايه لابيرنس، زي ما حضرتك شايف كده الكوكليا هي الايه اللي جوه دي، وطبعا دي بنسميها اوديتوري لابيرنس. الباقي كله اسمه ايه نان اوديتوري لابيرنس، مكون من ايه؟ بص حضرتك كده، ها، ثلاثه سيمي سيركولار كانالز، واحده لاترال، واحده ايه بوستيرور، واحده ايه سوبيرور.
وبعدين معاها مين كمان؟ اليوتريكل والايه؟ اليوتريكل والسكيوت. يبقى الخمسه ستراكشرز دول هم اللي بيكونوا مين؟ النون اوديتوري لابرنس اللي قلنا عليه. طيب نتكلم بقى ايه الموضوع بتاع البوستشر والاكوليبريم ده؟ نحاول برضو ان احنا نوصفه لانه عاوز شويه برضو ايه تركيز. معلش هو في السي ان اس كله بصراحه يعني، بس في موضوعات خاصه جدا محتاجه التركيز قوي يعني. ها زي ما قلت جوه 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 بتاع ده جوه الخمسه استراكشرز دول في سائل ثقيل كده اسمه اندو ايه ليمف زي الزيت كده. وبعدين يحوطهم من بره بقى بينهم وبين البون يعني في سائل تاني اسمه بيري ليمف. وبعدين تلاقي كل كنال اهي، اولا الكنالز بتفتح في اليوتريك، الكنالز بتفتح فين؟ في اليوتريك. وكل واحده المفروض لها فتحتين، لها كام فتحه؟ طبعا بس يبقى المفروض نلاقي كام فتحه؟ سته، لكن نلاقي خمسه بس لان السوبيريور والبوستيريور دول متحدين في فتحه واحده بالنسبه للاوريجن بتاعهم، لكن الناحيه الثانيه كل واحد له ايه فتحه لوحده. يبقى كان هنا في عشان الاتحاد ده بقوا خمس فتحات بدل كام؟ بدل سته. وكل تيوب من دول لها حته ايه انلارجت كده، وجواها بقى الريسبتور اللي اسمه كريستا، اسمه ايه؟ كريستا. والريسبتور اللي موجود في اليوتريكل او في الساكيول اسمه ماكيولا. يبقى كريستا هو الريسبتور اللي فين؟ اللي في الكنال سيمي سيركل الكنال، والريسبتورز اللي في اليوتريكل وفي السكيول اسمه ايه؟ ماكيولا. وهنشوف الكلام ده حالا بالتفصيل. بس قبل ما بنخش بالكلام ده حالا بنشوف النيرفس كونكشنز اوف ذا فيستيبولار ايه؟ اباريتس. وطبعا احسن حاجه ان احنا نشوفه في الدياجرام ده. ادي الفيستيبولار اباريتس معايا حضرتك اهو، شوف الاشاره فين. وطبعا بنمثلها بقى هنا بالسيركل كانال يعني، وطالع منها النيرف اصله موجود في فيستيبولار ايه جانجليون زي ما اتفقنا، مفيش نيرف كده بدون ايه نيرف سيل. وبعدين الفيستيبولار نيرف نفسه اهو، ودخل المظله اوبلونجاتا ولقى ايه؟ عمل ريلي فين هنا؟ عمل ريلي في الفيستيبولار ايه؟ نيوكليس. هي هم اكتر من واحده نيوكلياي يعني، لكن بنمثلها هنا بواحده بس. اذا فيستيبولار ابريتس، ابتدينا فيستيبولار جانجليون وبعدين فيستيبولار نيرف وبعدين فيستيبولار ايه؟ نيوكليس. كويس. من هنا بقى تحصل الاتصالات الاتيه. اول حاجه واسهل حاجه تنزل سبانر كورد. مين الديسندنج تراكت دي؟ فيستيبولو سباين. يعني معناها عاوز اعمل اي تشينج في الماسل تون وبتاع عن طريق التراك دي وينس. وكمان بيشغل كمان الريتيكال فورميشن. تمام ماشي. تاني اتصال انت معايا اهو، شغل الريتيكال فورميشن اهو مظبوط، وتنزل الريتيكال سبانر تراك ماشي اهو الريتيكال فورميشن. وبعدين يروح كمان لبندل اسمها ميديال لونجتيودنال ايه بندلز في الناحيتين شمال ويمين الخط الاسود ده. ودول حكايتهم ايه؟ دول بيعملوا كونكشن للكرينيال نيرف نيوكلياي اللي بيأثروا على العين، حركه العين الثالث والرابع والايه؟ والسادس. اوكيولوموتر وتروكليار وايه؟ وابدوسد. ودول هم اللي بيعملوا كوردينيشن في حركه الايه؟ العينين. وخد بالك ان هو راح لايه؟ للناحيتين. علشان العينين بيشتغلوا مع بعض، حركة العينين مع بعض وقلتها قبل كده بنسميها كونجيكت موفمنتس. يبقى راح للسباينال كورد وراح للتيكر فورميشن وراح لمين؟ للميديال لونجتيونال باندز هي. فضلت واحدة بقى اللي لقيت بخليها للآخر علشان مهمة جدا. بص يا سيدي، راح بطلع من في سيبر نيكولاس دي افرنت فايبر دخل عن طريق الانفيريور سيريبيلر ايه لدنكل، وراح دخل على السيريبيلر وراح رايح على مين؟
على الدنتيت ايه؟ نيوكليس. راح على مين؟ على الدنتيت نيوكليس. وبرده هنا مختصره شويه، لازم يروح الكورتكس وبعد على الدنتيت زي ما قلت. وبعد كده من الدنتيت نيوكليس يطلع امبلس، ها؟ من السوبيريور سيربيلر بانكل بقى. اهو. من السوبيريور ايه؟ سيربيلر بانكل. الكلام ده عرفتوه قبل كده في السيربيلر. ويروح رايح وعامل كروسنج. يطلع منه نيورون هنا ورايح على الثالاموس. انهي نيوكليس؟ هي الموتور يا جدع، اللي هي اسمها ايه؟ ها؟ الانتيرو فيرتيكال ومعاها كمان الانتيرو لاترال. تمام. يبقى انترو فنترال وانترو لاترال، بس انا كاتب اسم واحد، هما الاثنين. ويطلع بقى من الثالاموس على السيريبرال كورتكس، يروح على الموتور كورتكس، ويروح على التمبورال ايه؟ ها؟ على السوبيريور تمبورال جايروس. وصلة مهمة جدا تخش في دماغك دلوقتي ما تطلعش، لأن هي الباسوي بتاع الإيه؟ الفرتايجو. الفرتايجو اللي هو معناها الدوخة أو الدوار. هجاية دلوقتي هيقول لك إيه النيرفس باسوي بتاع الفرتايجو، تقول له أهو من ساعة ما شغلنا بالسيرو أبريتس الإمبلس مشيت في السكة دي. لو حبينا بقى نقولها بالمحطات، بإيه بالمحطات؟ هنقول إيه؟ ها؟ نقول فيستيبيلو، ماشي، سيريبيلو، تنتيتو، ها، سلامو، كورتيكال، ماشي، ايه المانع؟ ها؟ انت زعلان ليه؟ لان انت بتعد المحطات او ريلي ستيشنز اللي فات عليه وخلاص لحد ما وصلت الى الكورتكس. وفي الكورتكس ده في السوبر تمبرال جايروس ده هو يوجد السنتر اوف ايكوليبريم اللي هو بيحاول يحافظ على التوازن. ادي النيرفس كونكشنز بتاعتنا اللي انا قلت عليه. وقلت لحضرتك هنا الود على فين وعلى فين وعلى فين وعلى فين وبتاع، واخد بالك؟ ممكن يوصل الكورتكس عن طريق مباشر. ازاي؟ اهو يدي من السيبر نيوكلس على الريتيكولار فورميشن والريتيكولار